زمان ولغاية عصرنا الحالي كنا بنشوف الأوناش والجرافات بتاعة الاحتلال الإسرائيلي بتهدم بيوت الفلسطينيين في فلسطين المحتلة، وأصحاب البيوت واقفين جنبها لا حول لهم ولا قوة، عشان الاحتلال كان معاه قوة السلاح. أنا شخصيا بتكلم عن نفسي، عمري ما كنت أتصور أن أنا أشوف نفس المشاهد المؤلمة دي والمفجعة دي في بلدنا مصر، لكن ما شاء الله على يد المجنون ده شفناها كتير جدا خلال 10 سنين اللي فاتوا. شفنا الناس من أول أسوان لإسكندرية، شفنا الناس في القاهرة وفي القرى وفي الريف، مفيش حتة في البلد نجت من بلدوزر المجنون ده. الراجل هدم مئات وقول آلاف من بيوت المواطنين في كل حتة، وكانوا بيقولوا عليها عشوائيات ولازم نطورها. يا راجل ده وصل لمرحلة المقابر، نبش مقابر الموتى واحنا واقفين ساكتين بنتفرج، يعني ما اكتفاش بالأحياء دندر على الموتى حتى. وكان كله بيقول لك اصل مناظر قبيحة. فوجئنا بمنطقة راقية في محافظة بورسعيد اسمها ضاحية الجميل، واللي كتير من بيوتها فيلل، لقينا بلدوزرات السيسي بتهدها وبتشرد أصحابها. الكارثة المرة دي بقى إنه بيهدها فعلا على رؤوس أصحابها، فعليا مش مجاز ولا تشبيه. تفضل. والنبي ده بيت عشوائي؟ البيت اللي انت شايفه ده عشوائي؟ الست وقفت فوق وبتصوت والبلدوزر واقف يهد بيتها اللي هو جديد، لا جاله قرار إزالة ولا أي حاجة. الست واقفة اهي مش عايزة تسيب بيتها، بقى الناس بقالها 40 سنة هنا. بص الست واقفة فوق اهي بتصوت، والناس اللي واقفين تحت مصريين، كل ده عشان عيون مستثمر خليجي جاي ياخد المنطقة دي. تخيل شقة عمرك بقى لما تتفرج عليه. بص وتفرج لما تتفرج عليه وهذا الكائن الجهنمي الضخم ده بيهده قدام عينيك، قدام عينيك بالعافية. دي مصيبة سودة، دي مصيبة سودة متلتل. لا وعمرين روف يا عيني، روف بقى كده في الصيف يقعدوا فيه وبتاع ويسهروا. تفضل. بص ونشرين السجادة وعاملين جو. اتفضل. ادي الست قررت ان هي الست طلعت قالت له عارفين السيسي بيهدم حي. الست قالت له احنا مش في غزة. هات الست اللي بعدها قالت له ايه اهي الست دي. دي مصر يا جماعة، دي مصر محافظة بورسعيد قرية الجميل ضاحية الجميل السكنية 40 سنة هنا، بيوتنا هنا وعيالنا هنا. عارف السيسي بيهدم حي الجميل ليه؟ انت على فكرة الست دي مش في غزة ولا حاجة، ولا دي فلسطين محتلة. ده ما هدمش بيوت الناس دي غير السيسي. عارف السيسي بيهدم بيوت الناس دي ليه؟ ببساطة يعني عشان في حد حط عينه على الحتة على المنطقة دي، في حد شافها، في حد شاف المنطقة دي ويبدو ان هي يعني حد كده. خلينا نشوف الفيديو ده كده. اتفضل. لكن يبدو ان المهمشين في البلد دي ما حدش بيسمعهم ولا يسمع صرخاتهم ولا مطالبهم. عددهم كتير جدا واكبر مننا نحصيهم، مش بس اهل ضاحية الجميل،
اللي ما حدش سمع صوتهم. لكن ده في ناس تانية كتير في بقى تانية في مصر بيصرخوا عشان حد يسمعهم، بس ما حدش هيستجيب. الناس بتشرب حشيش فوق.